بعض الأشخاص عندهم خبرات سيئة مع إظهارات الروح أو مع مواهب الروح. يعني إيه؟ يعني أسمع هذا كثيرا، شخص يقول أنا تربيت مثلا في كنيسة أو في عيلة وشفت ممارسات خاطئة وشفت كلام وشفت حاجات والحاجات دي ما كانش انعكاسها في حياة نقية مقدسة، فإيه اللي حصل عندي؟ اتقفلت من مواهب الروح القدس. سمعت الكلمات دي قبل كده؟ بلاش ترفع ايدك. بس أنا سمعت هذه الكلمات من أشخاص، والرب بيقول لك أتى وقت يقيم فيه الرب جيل فاهم ممتلئا بالروح القدس. فاهم ممتلئا بالروح القدس. مفيش مخاصمة ما بين انه ذهنك يبقى شغال بقوة الروح في افاق عظيمة جدا جدا لاجل انتاج حقيقي، وما بين انك تبقى شخص روحي تتكلم بألسنة اكثر من الجميع. مفيش مخاصمة ما بين الاثنين. حط ايدك كده على اعماقك وقول للرب يا رب تعالى اعمل المصالحه دي جوايا، اعمل المصالحه دي جوايا.